قالت أهلا ومرحبا بكم. كشف مصدر في البنتاغون عن تعرض المدمرة الأمريكية أمازون لاستهداف للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع مصدره الأراضي اليمنية، لكن المصدر شكك فيما إذا كان هناك بالفعل صواريخ أطلقت أم أن هناك خللا في أنظمة الرصد الرادارية على متن المدمرة. بموازاة ذلك، أفرج الحوثيون عن مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في اليمن بوساطة عمانية، وتم نقلهم إلى مسقط بعد جهود دبلوماسية مكثفة بحسب ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. نتوقف مع هذه الأحداث المتزامنة لنناقشها في محورين: هل هناك توتر فعلا بين واشنطن والمتمردين الحوثيين أم أن ذلك ليس إلا رسائل متبادلة بين الطرفين؟ وما حقيقة الصراع الدائر في باب المندب والدور العماني الوسيط في الإفراج عن المختطفين الأمريكيين؟ توتر أم رسائل متبادلة بين واشنطن والمتمردين الحوثيين؟ سؤال تستدعيه حقيقة الأحداث المتعاقبة والمتزامنة بين واشنطن والمتمردين الحوثيين، وهي حقيقة ينظر إليها اليمنيون بكثير من الريبة والشك. ففي الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن توتر في المياه اليمنية بين الطرفين واتهام طهران بالتحريض ودعم الهجمات الحوثية على السفن والبوارج الأمريكية في البحر، يتسرب إلى السطح حراك ناعم تجلى في الإفراج عن المختطفين الأمريكيين لدى الحوثيين في صنعاء. لتسليط الضوء أكثر نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لنبدأ النقاش. تستمر لعبة القط والفأر التي تمارسها واشنطن مع ميليشيا الحوثي، وتدخل المسرحية فصلا جديدا عنوانه العريض: الإفراج عن رهائن أمريكيين تحتفظ بهم كورقة رابحة تستخدمها كلما ضاقت الخيارات أمامها. منذ بداية الأزمة اليمنية وقفت واشنطن في المنطقة الرمادية فيما يتعلق بالموقف من ميليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين، ولعل قرار مغادرة الطاقم الدبلوماسي للسفارة الأمريكية للعاصمة صنعاء بعيد سقوط العاصمة سحب نفسه على مجريات الوضع السياسي والأمني في اليمن. خلال أكثر من عامين لم تنقطع خيوط التواصل بين واشنطن وبين ميليشيا الحوثي عبر الوسطاء العمانيين حينا وعبر نوافذ أخرى مباشرة، وصلت لدرجة التقاء ممثلي وفد الحوثي بقيادة رفيعة في الخارجية الأمريكية، كان أبرزهم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي. مثلت مسقط بالنسبة للحوثيين الدور ذاته للرياض الذي تلعبه بالنسبة للحكومة الشرعية، وغالبا ما استخدمت مسقط كأرضية للقاء الوفود السياسية وانطلاق تحركاتها الدبلوماسية إلى بقية دول العالم. خلال الأسبوع الماضي طفت على السطح أزمة بين الطرفين إثر اتهام واشنطن لميليشيا الحوثي باستهداف إحدى بارجاتها العسكرية في منطقة باب المندب، قبل أن تتراجع اليوم وتشكك في صحة الهجمات التي تعرضت لها السفينة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق الحوثيين الاثنين من الرعايا الأمريكيين كانا محتجزين في صنعاء. لم تكتفي واشنطن بالنفي، بل أشارت لاحتمال تعرض الرادار لخلل فني أدى لظهور تحذيرات غير صحيحة عن حوادث الاستهداف. وسارع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للحديث عن جهود دبلوماسية مكثفة أسفرت في نهاية المطاف للإفراج عن الأمريكيين المختطفين، ولم ينسى أن يثمن الجهود العالية التي بذلتها مسقط في عملية الإفراج عن مواطنيه. الانفراج السريع في العلاقات بين ميليشيا الحوثي والمخلوع وواشنطن جاء متزامنا مع عودة وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع العالق منذ أكثر من شهرين في مسقط. وبالرغم من الانسداد السياسي الحاصل في الملف اليمني وتوقف أخبار المبعوث الأممي خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت العاصمة السعودية الرياض تحركات محمومة من قبل وزير خارجية بريطانيا انتهت في نهاية المطاف للإعلان عن إقرار التحالف بمسؤوليته عن حادثة قصف صالة العزاء، وتمخضت أيضا عن تبني بريطانيا لقرار سيعرض على مجلس الأمن ينص على وقف عمليات التحالف في اليمن، وهو ما يشير إلى دخول الأزمة اليمنية مرحلة جديدة من التعقيدات، خصوصا مع استمرار تصلب مواقف الميليشيا والحديث عن استلامها دفعات جديدة من الأسلحة من الجانب الإيراني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ النقاش مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ناثان تيك الذي ينضم إلينا من دبي عبر الهاتف. مساء الخير سيد ناثان. مساء النور. أهلا بك. لا ما إذا ابتدأنا من آخر خبر، وهو إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره البريطاني عن ضرورة وقف إطلاق النار في اليمن، هل نستطيع القول أن هذا الإعلان يعد أحد ثمار الإفراج عن المختطفين الأمريكيين؟ لا، أنا لا أريد أن أربط يعني حالة المختطفين الأمور السياسية. نحن أساسا اولا يعني طبعا نريد ان يعني فعلا نحط الطرفين، الطرف التحالف العربي والطرف السعودي وطرف الحوثيين على الالتزام بإطلاق النار ووقف الاعمال العدائيه التي تم التوصل اليه في 10 ابريل. نعم. لان في نهايه المطاف لا يوجد حلول عسكريه. بالنسبه للمقاتلين الامريكيين، طبعا نحن نرحب بالافراج عنهما، ونحن فعلا نشكر العمانيه والجهود من قبل المسؤولين العمانيين وقابوس على هذه المبادره الانسانيه الطيبه. وطبعا نهتم جدا بحاله المواطنين الامريكيين الذين قد يكون تحت قبضه الحوثيين، ونحن سنبذل كافه الجهود لرعايه المواطنين الامريكيين في المنطقه. نعم سيد تيك، إلى ماذا استند هذا الإعلان، إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكية والبريطانية؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تريد أن ترى يعني تصعيد من هذا الصراع. قلنا بشكل واضح يعني مرارا وتكرارا ان لابد من الشروع بالعمليه السياسيه، ولابد من توفير كافه دعم للامم المتحده والبعوث الاممي لليمن السيد اسماعيل والشيخ احمد. ونحن كذلك ندعو لتنفيذ كافه القرارات الامميه المتعلقه باليمن، لان يعني في نهايه المطاف يعني الشعب اليمني عانى بشكل غير مقبول وبشكل غير معقول. لذلك نحن ندعم المبادرات الدبلوماسيه لحلحله هذا الصراع. نعم، هل تاتي هذا الاعلان او هذه الدعوه دعما للمقترح البريطاني او المشروع البريطاني الذي قدم لمجلس الامن، وهل هو ضمن التحرك البريطاني الامريكي في اطار عمل الرباعيه ام انه تحرك فردي؟ انا يعني لا اريد ان اعلق في الوقت الحالي على الـ على الـ على المبادره البريطانيه، ولكن طبعا نحن الحكومة البريطانية لعبت دور مهم للغاية في إرساء السلام في اليمن، نعول عليهم كثيرا جدا لأنهم يفهمون هذه المنطقة جيدا جدا، ونحن فعلا نطيب ونؤمن وجهة نظرهم. طبعا ليس من المفاجأة لأننا نحن نتحدث مع البريطانيين ونتشاور معهم يعني بشكل مستمر، ولكن يعني نهاية المطاف يعني الإطار السياسي الموجود، الإطار السياسي هو إطار قرارات مجلس الأمن والمفاوضات التي كانت في الكويت والتي لابد من استئنافها مرة أخرى. نعم سيد تيك، ما علاقة تحركات الأخيرة بتصاعد حدة الجدل بخصوص ضربات التحالف في اليمن؟ في طبعا نحن بصراحة كنا مصدومين جدا بالضربة السعودية على الجنازة في اليمن. نعم. أصبح عن أقل الكثير من المدنيين، وحتى يعني حتى التقارير الإعلامية بعض المقاتلين اليمنيين الذين قد يلعبوا دور في السلام في اليمن. فنحن قلنا بشكل واضح لاصدقائنا السعوديين بان نحن سنراجع الامريكي للتحالف العربي، لانه لا يمكن لنا ان ندعم يعني مثل هذه الحالات.
ولكن نحن كذلك نعترف بأن السعودية تواجه يعني تهديد حقيقي من الحوثيين، وخاصة اختراق الحدود السعودية والهجمات المستمرة على الأراضي السعودية من قبل المدعومين من قبل إيران. نحن نعترف بهذا الواقع، ولكن في نفس الوقت لابد من اتخاذ يعني الإجراءات الصارمة من أجل حماية المدنيين. وكما قلت نحن كنا مصدومين جدا من هذه برد هذا اليمنية. نعم سيدك، هنالك من يرى أن الخارجية الأمريكية لا تمارس نفس الضغوط التي تمارسها على السعودية والتحالف والحكومة اليمنية، لا تمارس نفس الضغوط على ميليشيا الحوثي وحلفائها فيما يتعلق باستهداف المدنيين ووقف أعمالها القتالية على الأرض. طيب دعيني أقول أولا أن نحن ندرك تماما ونحن على البداية التامة بما يقوم به الحوثيين في اليمن، وهم هم أساسا يعني من أشعلوا هذا الصراع في اليمن. وفي مطاف يعني نحن يعني ليس لدينا علاقة يعني طيبة مع الحوثيين بمثابة العلاقة الأمريكية السعودية. يعني من باب الصداقة الأمريكية السعودية نحن يعني قمنا نحن أدلينا بهذه التصريحات. أما الحوثيين فهم طبعا نحن نعرف أنهم يعني جزء من أنشطة مزعزعة للاستقرار. فيعني وفي نهاية المطاف إذا أردنا أن سلوكيات الحوثيين علينا أن نرجع إلى طاولة المفاوضات وعن هذه المسائل، مسائل المساعدة الإنسانية. والمسائل المتعلقة بانسحاب الحوثيين من صنعاء، في الأمور لابد أن تناقش في طاولة المفاوضات. نعم، إذن سيدنا ثنتك تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من عمان الدكتور عبد الله الغيلاني خبير في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك سيد عبد الله. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد عبد الله. لو بدانا معك من الدور العماني الحالي في الازمه اليمنيه وما يتعلق بالوساطه الاخيره التي قادتها للافراج عن المختطفين الامريكيين مقابل عوده وفد الحوثيين والمخلوع الى صنعاء، يعني ما حقيقه هذا الدور بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فيما يتصل بال يعني الثاني في الافراج عن بعض الرهائن الغربيين، ليس هذا امرا مفاجئا، فعمان قد دأبت على لعب هذا الدور. نعم. يعني هذان المفرج عنهما الشخصان الامريكيان المفرج عنهما يعني الدفعه الاولى. قبل ايام تم الافراج عن موظفه فرنسيه ايضا كانت تعمل في اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، وقبل نحو عام من الان تم الافراج ايضا عن ثلاث امريكيين اخرين. فهذه جزء من السياسه الخارجيه العمانيه، دابت عمان على ان تلعب هذا، فهذا يعزز يعني ربما بحكم الحياد المعلن على الاقل الذي تقيده سلطنه عمان الازمه اليمنيه. نعم. ذلك يمكنها من ان يعني تتواصل مع الاطراف المعنيه وتقوم بهذا الامر يعني جديد او مفاجئ او مستغرب. نعم. سيد عبد الله، هنالك من يتهم مسقط بلعب دور الوكيل لطهران فيما يتعلق بحل المشكلات العالقة بين واشنطن والمتمردين الحوثيين، ما هو تعليقك على هذا القول؟ إيران ليست لها علاقة مباشرة بمسألة الإفراج عن الغربيين، ولكن بالتأكيد يعني وانا قد قلت هذا مرارا ان السياسه الخارجيه العمانيه ازاء الامن اليمنيه فيما احسب انها لا تخدم الامن القومي العماني لا على المدى القريب ولا على المدى المنظور، لان ما هي تقديرات يعني صانع القرار او المؤسسه الرسميه في عمان لهذه المساله هذه، لكن في تقديري ان السياسه الخارجيه المتبعه ازاء الازمه اليمنيه ازاء الازمه السوريه لا تخدم الامن القومي العماني، ولكن لصانع القرار تقديراته في هذه المسألة. العلاقة مع إيران يعني اليوم أنت في ملف العلاقات الإقليمية في التعقيد، لا تستطيع أن تفصل القضايا وتتعامل معها كجزر معزولة.
يعني باتباعها قضايا فرديه هنا. فالملف الاقليمي يعني ملف متشابك، ايران حاضره في العراق، حاضره في الازمه السوريه، حاضره في اليمن، سلطه عمان لها علاقه تختلف كثير عن يعني اشقاء خليجيين فيما يتعلق بايران. نعم سنعود إليك نعم دكتور عبد الله، سنعود إليك للحديث باستفاضة عن هذا عن هذه النقطة. الآن اسمح لي أن أعود إلى ضيفي من دبي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك. سيد تك، لو تحدثنا عن حقيقة ما يدور في باب المندب واستهداف الحوثيين للمدمرة الأمريكية ماسون. طيب في البداية لا أريد أن أعلق على الحدث الأخير الذي تم اليوم، ولكن بشكل عام يعني عندما يكون مثل هذه زملائي في القوات المسلحة الأمريكية تقوم بتقصي الحقائق وبعد ذلك نبحث عن ردودنا وسوف نرد بالطريقة المناسبة، ولكن أنا أريد أن أكون واضح بأن الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين لا يعني أبدا الولايات المتحده تنوي الضلوع او التورط في هذا الامر. نحن ضربنا هذه المواقع الحوثيه من باب على النفس ومن باب حمايه البحاره الامريكيين وحمايه حريه الملاحه في باب المندب. ولكن طبعا يعني نحن لا نؤمن ابدا بيعني تصعيد الصراع او التدخل الامريكي المباشر في هذه الحرب. نعم، التهديد الذي يمثله الحوثيون للملاحة على باب المندب بمهاجمة سفن وما إلى ذلك، ألا يعتبر أو يتشابه مع عمل أو تهديد تنظيم القاعدة وداعش؟ أليس هذا التوجه كفيل بإدراج الحوثيين ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية؟ نحن نأخذ هذا التهديد جد طبعا، ونحن سنأخذ يعني كافة الإجراءات لحماية حرية الملاحة. نحن ندرك يعني أهمية المنطقة في الملاحة الدولية، ولكن في الوقت الحالي لا أريد أكشف عن الخطوات التي سنقوم بها يعني حفاظا على السرية، ولكن مما لا شك أن نحن سنقوم بالفعل الحاسمة لحماية حرية الملاحة في باب المندب، لا يمكن أحد أن يشك في ذلك. نعم سيدك، ما إذا عدنا إلى إعلان اليوم لوقف إطلاق النار، ما هي الضمانات التي يعني حصلت عليها بريطانيا وأمريكا لأن يتم هذا وقف إطلاق النار بشكله الصحيح، خصوصا أنه في المرات السابقة دائما كانوا الحوثيين هم من يسارعون إلى إخراق هذا الاتفاق والعودة لوقف والعودة للعمليات العسكرية ولإطلاق النار؟ نعم، كل ما استطيع ان اقول ان الولايات المتحده ستقوم ب يعني باستخدام كافه القوات الدبلوماسيه لحقن دماء الشعب اليمني ودعم وخلق بيئه مناسبه لتوصيل الحل السياسي. نعم، إذا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك كنت معنا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نعود الآن إلى الدكتور عبد الله الغيلاني وهو خبير في الشؤون الاستراتيجية من عمان. سيد عبد الله، ما زلت معي؟ نعم، ألا يفهم العالم أن التساهل الدولي مع الحوثيين هو الذي جعل من هذه الجماعة ليس فقط تبتلع دولة وتطفي خصومها السياسيين بالقتل، ولكن أيضا تتمادى في تهديد الملاحة البحرية مرات عدة؟ صدقيني أن الحوثيين يعني صاروا يقومون قواعد اللعبة الدولية اليوم، مسألة سيطرتهم يعني الإضرار بالملاحة الدولية هذه أنا تماما، هم يقومون ببعض الأعمال التحريكية، ضرب السفينة المدنية الإماراتية قبل أيام، محاولة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة تقوم ب يعني إرسال ثلاث طوارئ أيام للمنطقة، هم يفهمون قواعد اللعبة الدولية ولا يمكن أن يهيمنوا هيمنة كاملة. نعم. أو يعني يعيقوا في باب المندب.
يعني نعم سيد عبد الله، عفوا على المقاطعه، ولكن نتيجه لرداءه الاتصال سنعاود الاتصال بك خلال هذه الحلقه. والان ننتقل لنشرك معنا في الحديث الدكتور سمير الشيباني من بريطانيا. مرحبا بك دكتور سمير. اهلا بك دكتور سمير. الحديث عن ما يجري من توتر بين واشنطن والمتمردين الحوثيين في باب المندب تارة، وترى أخرى حديث عن خيوط تواصل عبر النافذة العمانية ونوافذ مباشرة أخرى، كيف يمكن فهم هذه الخيوط والأحداث المتعاقبة؟ في الحقيقة هذا التحرك الأخير لجماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح لاستفزاز التجارة الدولية والمجتمع الدولي من خلال استهداف المعابر الهامة للتجارة وبشكل خاص معبر باب المندب. نعم. هذا الأمر يخلق حالة من اللبس في الحقيقة، لأنه الجماعة ليسوا في وارد أن يفتحوا جبهات أخرى في ظل الانكسارات التي تحقق لهم على الأرض أو في ظل انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض. لكن هذه الحركات لا يمكن أن تفهم إلا في إطار واحد، وهي أنها خطوات تكتيكية الهدف منها هو تحويل الصراع القائم في اليمن من صراع بين قوى انقلابية إلى صراع دولي يهدد مصالح المجتمع كله. وأعتقد أن التنسيق القائم منذ وقت طويل بين الأمريكان والإيرانيين عبر الوسيط العماني يدل دلالة واضحة على أن هناك توجه من قبل إيران وبالتنسيق مع الأمريكان لإحداث حالة من الاختراق الدولي للوضع اليمني وتقزيم الدور الكبير الذي تلعبه قوى التحالف العربي فيما يتعلق بالموضوع اليمني. أعتقد أن هناك ليس على شاكلة نظرية المؤامرة، ولكن من باب كما أشار الأخ من عمان ولو إشارات سطحية، من باب المعرفة بطبيعة الصراع وبطبيعة عدم قدرة علي عبد الله صالح والحوثيين على التأثير على المجتمع الدولي. لهذا هم أثاروا هذه القضية الآن حتى يجروا المجتمع الدولي إلى الداخل، لا سيما أن هناك حالة من الاشتباك بين القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، أقصد هنا بين الكتلتين الكبيرتين روسيا وأمريكا فيما يتعلق بالموقف السوري والموقف العراقي المتأزم كثيرا. أعتقد أن الحوثيين يراهنوا على استثمار هذا الصراع ويحاولوا أن يجروا رجل روسيا للدخول في الموضوع اليمني، دخول مماثل لدخولهم في الموضوع العراقي والسوري، بحيث يكسبوا سند إضافي وهو سند تهديد أو الخطر المحدق بالسياسة العالمية واحتمالية انفجار حرب قد تؤدي هذه الحرب إلى نجوب حروب إقليمية. كل هذه المخاوف التي يحاولوا أن يعيدوا خلقها بهدف الخروج من عنق الزجاجة، الخروج من الوضع العسكري الصعب الذي هم فيه كما قلت في البداية في ظل الانكسارات الكبيرة والاختراقات الكبرى التي حققها قوى الجيش الوطني والمقاومة، لا سيما الآن على حدود صعدة وقد وصلت إلى وصلت الفكرة دكتور سمير داخل صعدة. نعم، اسمح لي لأن أعود إلى الدكتور عبد الله وهو الخبير العماني. دكتور عبد الله، أنتم تقولون أنكم تقفون موقف الحياد من الحوثيين، ولكن هنالك من يرى أنكم تنحازون الحياد كامل، وذلك من خلال الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمونه للحوثيين، وأنكم تلعبون نفس الدور الذي تلعبه الرياض نحو الشرعية. نعم، لسنا الذين نحن الذين نقول ذلك، الخارجية العمانية هي التي تزعم ذلك، وأنا أحسب وقد قلت ذلك في غير مناسبة أن السياسة الخارجية العمانية هي أكثر انحيازا إلى الحوثيين وليست محايدة بالتأكيد، هذا واضح. أنا كنت أتحدث قبل انقطاع الخط عن إمكانية أن يسيطر الحوثيون على باب المندب، وقلت أن هذا أمر مستبعد لاعتبارات استراتيجية متعلقة يعني خطوات. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الله، إذا عودة إليك دكتور سمير. ما إذا
تحدثنا عن المواقف والتصريحات الأمريكية وخاصة الأخيرة بشأن اليمن وعلاقتها بالحوثيين، ألا يتضح أنها انعكاس لحالة التوتر في علاقتها مع السعودية؟ بالتأكيد الموقف السعودي هو موقف مستهدف، ليس لكونه موقفا سعوديا فقط، وإنما لكونه يعبر عن موقف المدافع عن مصلحة القضايا القومية العربية الكبرى في المنطقة الآن. عملية الحزم والموقف السعودي العربي بالتنسيق مع بقية قوى التحالف العربي أكدت أن هناك قوة ناهضة، قوة تريد أن تفرض إرادتها، على الأقل الإرادة التي تحافظ على مصالحها القومية دون التضحية بها كما جرت العادة خلال الفترات الماضية. الموقف السعودي ليس مستهدف به فقط العربية السعودية باعتبارها العربية السعودية، ولكن المستهدف منه هو تلك الإرادة العربية الناشئة الراغبة في إعادة رسم الخارطة السياسية العربية. فنلاحظ الآن أن حالة الشد والجد القائمة بين السعودية وأمريكا قد بدأت تتجلى في معارك كثيرة وفي ميادين كثيرة، من ضمنها الميدان الاقتصادي. وفي الأمس القريب السعوديين بدأوا يتحركوا تحرك أكثر حرية في الحقيقة، وهو تحرك لم يكن متوقعا، والخوف أن يأتي هذا التحرك بردود فعل عنيفة قد تؤثر على الوضع اليمني تأثير كبير. أقصد بهذا طبعا الموقف بين إضافة اليوان الصيني إلى سلة العملات التي تتعامل بها العربية السعودية في بيع وشراء النفط. هذه المسألة سوف لن تمر مرورا سهلا إلا لو وجدت موقف عربي مصمم وصامد وداعم لهذه الإرادة العربية الحرة. الموضوع في اليمن صار مدخلا للدفاع عن المصالح القومية الكبرى. نعم، إذا دكتور سمير الشيباني كنت معي عبر الهاتف من بريطانيا، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إليك دكتور عبد الله الغيلاني، هل تسمعني؟ نعم دكتور، كنا نتحدث عن الموقف العماني ومن الحوثيين، تفضل. نعم، في العماني كما قلت لم يعد سرا أن عمان هي أقرب إلى يعني معسكر الحوثيين، والرئيس المقلوع منها إلى يعني المعسكر الآخر، وعمان لها تقديرات في تقدير مصالحها العليا وأمنها القومي. ولكن ما أريد الإشارة إليه هنا في هذا السياق هو يعني هذه الانعطاف الكبرى لموقف يعني الأمريكي الذي بدأ يتطور سريعا في يعني الآونة الأخيرة. يعني أول هذه المؤشرات كان ما صدر عن واشنطن بعد التفجير الذي حصل في صنعاء في القاعة الكبرى، أن الولايات المتحدة بصدد إعادة النظر في موقفها من التحالف. ثم صدر يعني نتائج تحقيق الفريق المشترك الذي صدرت بالأمس أو اليوم، وما أحسب أن واشنطن بعيدة عن هذه المسألة. وآخر هذه الإشارات الصريحة هي الدعوة الأمريكية البريطانية إلى وقف غير مشروع لإطلاق النار في اليمن. هذه المرة ليست بدنة، ليست مطالبة يعني طرفي النزاع في اليمن بإيقاف بالدخول في هدنة محددة، وإنما قرار بوقف إطلاق النار غير مشروط. وهذا حقيقة يشي بشكل صريح إلى أن هناك تحول جذري في الموقف الأمريكي إزاء القضية اليمنية. الولايات المتحدة في تقديري منذ اليوم الأول لم تكن حريصة على استئصال شأفة الحوثيين، لم تكن حريصة على يعني إعادة الأمور في اليمن إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2013 أو 2014. الولايات المتحدة تريد إبقاء الحال في اليمن على ما هي عليه، تثبيت الوضع الحالي الشرعية حيث ما هي موجودة، الحوثيون في مواقعهم التي يسيطرون عليها، وتدخل اليمن في يعني مفاوضات ليس لها أول وليس لها آخر. الآن السؤال الجوهري في هذه المسألة كلها، ما هو الموقف السعودي؟ السعودية هي اللاعب أحد اللاعبين، بل هي اللاعب الرئيس في هذه اللعبة. ما هو الموقف السعودي إزاء كل هذه التطورات؟ هل ستقبل السعودية وحلفاؤها بهذه الإملاءات الأمريكية؟ هل سوف تدعم يعني قوة التحالف لهذه التطورات وتقبل بإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبالتالي الدخول في مفاوضات لا يعلم مداها ولا تعلم يعني نهايتها؟ نحن في انتظار موقف سعودي صريح إزاء هذه التطورات. وبالمناسبة
يعني ما يجري التطورات التي تجري على الساحة اليمنية سواء من الجانب الأمريكي أو من الفرقاء الآخرين ليست بعيدة عما يجري في سوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى. نعم وصلت الفكرة دكتور عبد الله. إذن دكتور عبد الله الغيداني خبير في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من زوايا الحدث. لا يسعني في الأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من دبي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تاك، ومن عمان الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عبد الله الغيداني، وكان معي من بريطانيا الدكتور سمير الشيباني محلل سياسي. هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من الإعداد من زميلي محمد القاسم. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.